الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، إن المسلم الذي منَّ الله عليه بالعيش في وطنٍ مسلم تظهر فيه شعائر الإسلام، حريٌّ به يا عباد الله أن يحافظ على وطنه، وأن يسعى إلى استقراره واستتباب الأمن فيه، مع حمايته من أعداء الإسلام الظاهرين والمندسين. إنها مسؤوليةٌ لا تتعلق برجال الأمن والجيش الذين نثمن جهودهم في حماية الوطن وحدوده من أعداء الإسلام، إنها مسؤولية كل مسلم يتقي الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على وطنه المسلم كوطننا يا عباد الله، لأن من الخيانات العظمى خيانة الوطن المسلم. نعم عباد الله، إن من الخيانات العظمى خيانة الوطن المسلم الذي يعيش فيه المسلمون، كحال بعض الخونة الذين يؤزون من أعداء الإسلام ولهم ارتباطٌ بعلاقاتٍ خارجية وجهاتٍ مشبوهة، يجعلونهم جسرًا يا عباد الله للمرور إلى أوطان المسلمين وإلى بلادنا في هذه الأيام، ساعين إلى الإفساد فيها وإحداث الفوضى بين أبنائها، يريدونها فتنةً بسفك الدماء وانتهاب الأموال وانتهاك الأعراض، والله المستعان. هؤلاء الخائنون ينعمون في بلاد الكفار مع أولادهم، ينعمون في بلاد الكفار مع أولادهم، وغايتهم حدوث ذلك في بلدهم الأصلي، ونحن نتبرأ من أمثال هؤلاء. غايتهم حدوث ما ذكرت يا عباد الله في بلاد المسلمين، وهم مأجورون، قد أعطاهم الأعداء أموالاً وضماناتٍ فيسعون إلى ذلك، كحال أسلافهم في تسعينيات القرن الماضي حين أعطاهم الروافض أموالاً في مقابل سفك دماء الأبرياء، والتاريخ يحفظ ذلك يا عباد الله. فيا أيها المسلمون في هذا الوطن، أفيقوا من غفلتكم، أفيقوا من غفلتكم، وتفطنوا لما يحاك حولكم، كيف تجعلون أمثال هؤلاء الخونة قادةً يوجهونكم، وهم خونةٌ يا عباد الله، لا يجوز للإنسان أن يسكت عليهم فضلاً على أن يتبعهم أو يستمع إليهم، وهم يريدون فساداً وإفساداً في بلاد المسلمين. ألا وإنه يا معاشر المسلمين، إن كان ثمة فسادٌ في بلادنا فلا يصلح أن يصلح ذلك الفساد المفسدون والخونة. الخونة لا يجوز التستر عليهم ولا السكوت عنهم، فإن من أعظم الخيانة أيضًا السكوت والتستر عن الخائنين والمفسدين وإيواءهم، فلعنة الله على من آوى محدثًا، لعنة الله على من آوى محدثًا. كونوا يا عباد الله، كونوا يا عباد الله فطنين مستيقظين من غفلتكم، لا تستجيبوا لأمثال هؤلاء الذين لا يريدون خيرًا لكم، وأنتم عندكم ميزانٌ عظيم، كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، تزنون بها آراء الرجال لتعرفوا الخائن من الصادق الأمين يا معاشر المسلمين. ألا وإننا في زمن ينطق فيه الرويبضة، فإياكم يا عباد الله وتخوين الأمين وتأمين الخوان، فإن هذا من المهالك العظيمة، خصوصا إذا تعلق الأمر بأمة الإسلام والمصلحة العليا للمسلمين عموما يا معاشر المسلمين. ومع ذلك أقول أبشروا يا عباد الله، أبشروا بالخير، فالمسلم المتمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم مبشر بالخير في الدنيا والآخرة. ألا وإن مكر الخائنين يبور، يضمحل يا عباد الله ويهلك، لأنه مكر بالباطل ولأجل الباطل، فإنه والله الذي لا إله إلا هو لن يجد هؤلاء فوزاً ولا فلاحاً ولا تحقيقاً لقصدهم الذي بني على الباطل، فإن مكرهم يعود عليهم وعلى أنفسهم، وسيتبين أمرهم، لأن ربكم جل وعلا يقول:
وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.